السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من دورة الأجهزة الدقيقة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن معايرة مرسل فرق الضغط Differential Pressure Transmitter. هو نفس فكرة عمل مرسل الضغط، وهو مصمم لقياس فرق الضغط للموائع من خلال حساس يقع بين غرفتي إحداهما للضغط العالي والأخرى للضغط المنخفض. وده شكل Differential Pressure Transmitter، وده رسم توضيحي للجزء الخاص بالحساس، فتحة للضغط العالي، فتحة للضغط المنخفض، كابلري تيوب، سنسور. وده شكل أكثر وضوحا، فتحة للضغط العالي وأخرى للضغط المنخفض، كابلري تيوب، ديفرنشال كابستنس سنسور، بالإضافة إلى دايرة إلكترونية. خطوات معايرة مرسل فرق الضغط. في الوضع الطبيعي أثناء وجوده في الخدمة بيكون صمام التعادل مغلق وصمام الضغط العالي والمنخفض مفتوحين. في البداية بقفل صمام الضغط العالي، بفتح صمام التعادل، وبقفل صمام الضغط المنخفض، بفك الوصلات ووصل جهاز المعايرة على جهة الضغط العالي وسيب جهة الضغط المنخفض على الضغط الجوي. بعد انتهاء المعايرة برجع الوصلات وافتح صمام الضغط العالي والمنخفض، وبقفل صمام التعادل. ومعانا تجربة عملية لديفرنشال بريشر ترانسميتر، هو رينجو من 0 إلى 1 بار، وهو من عائلة سمارت فاميلي. بعيره من خلال 2 بوش بوتن، واحد للزيرو واخر للسبان، او من خلال الهارت كومونيكيتور. طبعا وانا بعير الجهاز براعي الخارج بتاع الجهاز والداخل بتاع المتغير، يعني لما اكون حائن 0 المفروض ان الجهاز بيطلع لي 4 ملي امبير، لما بحقن 25% من المتغير بيخرج لي 8 ملي أمبير، 50% من المتغير بيطلع 12 ملي أمبير، 75% من المتغير بيخرج 16 ملي أمبير، 100% من المتغير بيطلع لي 20 ملي أمبير. الأدوات المستخدمة في التجربة: ديجيتال مالتي ميتر وبريشر كاليبريتور. بريشر ديفرنشال ترانسميتر الرينج بتاعه من 0 لـ1 بار. اما في حالة المعايرة بوصل على ضغط، على فتحة الضغط العالي هاي بريشر، وبسيب اللو على الاتموسفير. ببدأ اقفل ايزوليشن، بفتح بلوف العزل معايا، ببدأ المعاينة. وهنبدأ المعايرة، هو رينجو زي ما قلنا من 0 لـ1 بار، يعني هنبدأ نضغط 25% من الرينج، يعني 250 ملي بار. عدينا الرينج،
كده 250 ملي بار 8 ملي امبير، هنطلع من 50% من الرينج اللي هي 500 ملي بار. خمسمائة ملي بار هي بتعادل 12 ملي أمبير اللي هي 50% من الرينج، هنطلع بسبعمائة وخمسين ملي بار. اللي هي تعادل 75% من الرينج. سبعمية وخمسين ملي بار 16 ملي أمبير، هنطلع لمية في المية من البنش اللي هو 1 بار. بار بتعادل 20 ملي امبير، وبكده نكون انتهينا من معايير البريشر ديفرنشال ترانسميتر. والقعدة في الدايرة تاني بنبدأ نعزل ملف الضغط المنخفض وهنفتح الايكولايزنج، هنفتح ملف الضغط العالي، وبعد كده هنفتح بلف ضغط المنخفض ونقفل الايكولايزنج. الترانسميتر ده فيه اوبشن ان انا ممكن اظبط الزيرو والسبان من خلال بوش بوتون. واحد للسبان والتاني للزيرو، بضغط على البوش بوتون لمدة ثانيتين وبكده بكون أكدت الزيرو أو الاسبان. وهنعمل تجربة دلوقتي، هنغير رينج الترانسميتر، هنخليه من زيرو لخمسمائة ملي بار. كده زي ما حضراتكم شايفين هو 500 ملي بار بالخارج 12 ملي امبير. فانا هغير الرينج، هخليه 0 ل 500 ملي بار، هضغط على البوش بوتون بتاع الاسبان لمدة ثانيتين، هيتغير الرينج معايا كده خلاص اكسبتد. 500 ملي بار بتساوي 20 ملي امبير. طبعا كل ما زيد هيزيد عن العشرين ملي امبير، بس مش قيمة زيادة. انا كده تقريبا وصلت لواحد بار اللي هو الرينج الاصلي، وهو ما زادش عن العشرين ملي امبير، يعني يا دوب 20.8 وهيثبت على كده.
هرجع الرنش لواحد بار، الرنج الطبيعي بتاعي، هضغط لمدة ثانيتين، هو كده اتغير لعشرين ملي امبير اللي هو الرنج الاصلي للجهاز. هبدأ انزل واشوف الترانسميتر بتاعي مظبوط ولا لأ. سبعمية وخمسين ملي بار اللي هي 75% من الرينج، بتساوي 16 ملي أمبير. هنزل لخمسمية ملي بار، خمسمية ملي بار بتساوي 12 ملي أمبير. هنزل لميتين وخمسين ملي بار اللي هي 25% من الرينج، ميتين وخمسين ملي بار اللي هي 25% من الرينج، بتساوي 8 ملي أمبير. هنزل لزيرو اللي هو 4 ملي أمبير، هو مديني 4.122، فانا عايزها تبقى 4 بالظبط. هضغط على البوش بوتون بتاع الزيرو لمدة ثانيتين، كده قبل الزيرو، كده الزيرو 4 ملي أمبير بالظبط، وكده انتهت معايرة الترانسميتر بكل بساطة. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.